الدولية. نرجع لأخبارنا، حيث أكدت جمعية حماية المستهلك أنه لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر عن السداد إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعهم من الدراسة عند الحضور إلى المدرسة أو المنع من حضور الاختبارات. وقالت الجمعية يكون للمدرسة الحق في حجز الشهادات الدراسية والوثائق إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز. هذا الكلام الواضح والتصريح أعتقد أنه لازم يكون من الأشياء المهمة اللي تكتب وتعلق في مدخل كل مدرسة أهلية، عشان كل الأطراف يعرفوا مسؤوليتهم. اليوم جمعية حماية المستهلك تؤكد أنه في حال تعثر سداد الرسوم الدراسية لا يحق للمدرسة إيقاف الطالب أو الأهلية إيقافهم خارج الصف أو منعهم من الدراسة في حال حضورهم إلى المدرسة أو منعهم من الاختبارات، بمعنى أنه حق التعليم كامل في اليوم الدراسي والعام الدراسي بالكامل من حق الطالب حتى وإن تعثر دفع المصاريف الدراسية. وين الحق عند المدارس الأهلية في منح الشهادة أو الوثيقة بعد نهاية السنة إلا بسداد كامل المبلغ؟ أعتقد أنه هذه النقطة مهمة جدا، لأن الميدان يشهد بعض المشكلات المتعلقة بموضوعات الدفع وبعض الإجراءات اللي تقام من بعض المدارس الأهلية، فلازم أنه النظام يكون واضح والكل يتقيد فيه. عودة